تيخة ومديحة اتنين اخوات. تيخة بيحلم يبقى مدير من غير ما يسيب السرير. مديحة بقى بتصمم اكسسوارات، انما تيخة تصميمه على احلامه اكبر بكتير. مش مديحة تشتغل بديل النهار؟ ايه يعني عايز ايه؟ مديحة اهو بيحلم على جنبه بالعدل وبالشقلوب زي الفل. مديحة اتجننت، كبرت المشروع وفتحت مشغل وشغلت ناس وبتدفع مرتبات. ايه لازمة الكلام؟ مش فاهمة. مديحة اهو بيغمض يفتح يلاقي فلوس تحت المخدة. ايه ده، دي فتحت معرض كبير. مفيش فايدة، هي كده غاوية تعب. على فكرة دي قصة حقيقية برضو، احنا بس غيرنا الاسامي عشان انت تعرف صحابها. اعمل او كبر مشروعك، بنك مصر هيوفر لك المبلغ اللي انت محتاجه ومعاك لحد سنتين عشان تدفع اول قسط وتسدد لحد 10 سنين. بنك مصر، طلعت حرب راجع.